السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 21/90، 3 أسابيع لنعرف عواهد الدين، وبعد 90 يوم لنأخذ أسلوبه. وإن شاء الله اليوم بجلستنا الثالثة اللي بنعاتب فيها، بس بعد هيك بنصير نحاسب فيها، يعني نشد على الطلاب أكثر، واصلين لموضوع الزخم وموضوع الدفع. وصبنا عندي يمكن سؤال أو مثال 4 أو 5 وما بعد، وعلى نفس المبدأ بدنا نبدأ بالكويزات. عامر أعطينا أول كويز ونشوف مع بعض ضيوفنا ليث وشدى وسدين وبشر. ابدأ. أثرت قوة متوسطة لمدة 6 ثواني على جسم زخمه الابتدائي، فازداد زخمه بمقدار إن متوسط القوة المؤثرة فيه بوحدة. أما قلبت لك الشات دندر ب دال دال ب جيم. خلصت أستاذ. يلا شكرا لك، بس عشان بشر بدأ أول، بس ما حدا من اللي موجودين على الصوت يحكي خلصت، أنا بستعين بصديق. بشر شو جوابك؟ جوابي دال أستاذ. دال، أوكي. طيب وشدى؟ جيم. خلينا نبدأ مع بشر بعدين نرجع لك شدى. يلا ابدأ يا بشر. أول شيء بدي أقول الله يجبره بخاطرك، ها هيك رجعتني لوضع الطبيعي. شكرا أنك بتحكي زيي. الدفع بده، وأنا على فكرة لما أقول بده الها بتذكرني بالدلتا، بده فت. شو طالب؟ طالب اللي هي القوة المتوسطة. تمام تمام خلاص، بين معي إنه أنا مش لازمني معيش دفع ومعي فترة زمنية. لو طالب، أنا قاعد بحل عقلية، تعرف مين يا غالي؟ طالب ناس المادة. صح، ما هي القوة المتوسطة هي المعدل الزمني. جود. كم التغير في الزخم؟ التغير في الزخم هو عبارة عن دي فاينل ناقص بي انيشال، هي 10 رقم موجودة. ممتاز. طب شادة كم التغير في الزخم؟ أنا طرحتها غلط، فطلعت معي غلط. قديش طرحتيها؟ لا اختبرت بعدين طرحت. طيب كم التغير في الزخم يا عامر؟ 12 ناقص 2. عدلتها؟ 6. صح وافي. عامر وقعتك فيها، وقعتهم فيها. ولكو فازداد زخمه، مش أصبح، بمقدار، يعني أعطيتكم الدلتا جاهزة. طب أستاذ ليش ما أعطينا إياه؟ مقلب الابتدائي 2، بس ما فهمتش شوي. أول كف حلو، الابتدائي 2 والنهائي ما حكيتش عنه 14. في مشكلة؟ كم الزيادة من 2 ل 14؟ 12. حلو. حلو، بس مش فاهم لسه، ما اقتنع يا حبيبي. جزء زخمه الابتدائي فأصبح زخمه 14. هذا فاينل. بس الله، فازداد زخمه، ازداد قل، يعني صار في عندي ايش؟ تغير بمقدار، زاد بمقدار، يعني شايف عشان أكون معك سهل، شفت الاثنين زاد بمقدار 12، ضيف على الاثنين 12 قديش بصير؟ لو واحد هيك حلق لي السادة بتكون 14 ناقص 12، فكم؟ 12 على 6، فكم الجواب؟ 2. اقتنعت ما اقتنعتش انت حر، اسأل بها من كان خبيرا من أهل اللغة. فلما أقول ازداد زخمه بمقدار، لو قلت لك أصبح زخمه يساوي، هي الفاينل صح؟ طب قلت لك قل زخمه بمقدار 1، خلاص هي التغير. إذا كلمة ازداد، وعلى فكرة بالملاحظات كتبها كملاحظة كنت، وقل هي إشارة إيش؟ الدلتا. يعني ممكن أخلي السؤال أوضح، إذا علمت أن التغير في زخمه هيك صريحة صح؟ فلما أقول ازداد زخمه بمقدار، أنت اعتبرت أنه زخمه النهائي 12؟ لا والله، هو ازداد بمقدار كم؟ 12. 2 وزيد عليه 12 قديش بصير؟ 14. زعلانين؟ أول كف بجنن. أيوة هيك عبد الله، أعطونا طاقة. تمام؟ اسألي. أنا ما طرحت، حكيت على طول زي هيك خسرت عادي. ماشي، بس أنت اللي في بالك كنت عارف أنه 14؟ لا أنا حكيت بما إنه زاد، فرحت تعجب.
خلص هي شو ما هو طلعش المبدا هسه القوه تساوي انا بدي اعرف الدلتا هاي صح بي فاينل ناقص بي ايش على دلتتي بعرف ما بدهاش اصلا بدهاش بس دمزح معكم كم الانيشيال اثنين ازداد بمقدار 12 يعني قديش صار الفاينل 14 اذا اللي بده يفهم هني بفهمك بس السكوت بيخلي المعلومات تموت الناس الساكته هي اللي المؤلمه هي اللي بتعرف تحل انا قلت لك واصبح زخمه يساوي 12 هاي فاينل لا فازداد زخمه بمقدار شفت الدلتا يعني هي يعني 12 هاي انا ضفتها على 4 على 2 صار 14 فمباشرة بقول على الفترة الزمنية يعني فوق في 12 على 6 كم 2 ما في هيك لعل وعسى من مبدأ التغيير فالجواب الصح شو راح يطلع نجيب شكرا ايوه هيك احمد سود اعطونا شيء حلو سوى والله حلو حبيتها يلا جاهز صح وافي محمد ايوه هيك بس ليش ناقص دلتا 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 هاي اشارة دلتا يا جماعة في جسم زخمه 2 تمام قادرين بعدين زاد زخمه بمقدار 12 قديش صار 14 كم التغير 12 هذا كيف الرياضيات بس يفوت على المعدلات المرتبطة بالزمن بصير ترجم السؤال بده يلتوق يلا بعد كيلي يا اما اللي بعده بدي ابلش خوفه مش زيكم انتم ما كنتش احكي لكم طلع وزارة 2000 وهسه هسه بخافوا هم ما عرفت احله ما فهمته ضرب لاعب كرة تنس واعطاه كل شيء وعلى الرسم مبين عندك بشر عملت ايرور خاف شفت خفت والله استاذ طيب سدين شفت لما حط وزارة شو الجواب راح تطلع 1.2 موجب لانه احنا لما صار تلامس راح في الجهه اكس السالب لما رجعت موجب هو الجواب 1.2 طب تعالوا نحل بصير يلا استاذ حليت استاذ شو طلع معك يا غالي سالب 6 الف 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 استاذ الف اسم الله عليك والله انك اصلي هذا انيشيال وهذا فاينل هسا بصير اجي اقول بدي اضيف على 40 60 لا هو قال لي من 40 الى طيب تعالوا نشوف ال 40 هي رسم لي اياها على وين اتجاهها وال 60 اذا هذا السؤال ما بثبت لكم اذا انتم خفتوا بصير حقك شلمت سواش قريش انا مش معلم واذا هذا السؤال عشان حكيت وزاره وخفت منه تكملش معي احنا بدنا نكون اقوى من هيك استاذ شو طالب السؤال؟ قال لي مقدار التغير في الزخم طلع الدفع بده فت بصراحة المخطط حبيته أنا السؤال اللي أخذنا زيه بالكتاب كان طالب الدفع بس هذا طلع شو طلب؟ التغير في الزخم ركزوا معي مقدار التغير في ايش؟ في الزخم راقب هسا أنا بدي أجي على السهم هذا السادة التغير في الزخم هو عبارة عن فاينل ناقص مين؟ إنيشيال كم الكتلة؟ كم في فاينل؟ سالب 60 كم إنيشيال؟ سالب 40 طبعا هي سالب زاد 40 ما عندك مشكله بس ما يصير ايش سالب
هاي في عندك 6 عمية ضرب كم هون؟ هسه العلماء ساد مش مفروض 6، لأنه هو بده المقدار بدوش الاتجاه، ما أنا عارف، بس طلع ما حكى على الاتجاه، بس عبر عنه بمين؟ بالإجابات، سالب موجب، سالب موجب. لو مش حاط لي سالب، يعني حاط لي مثلا 6 8 10 بدون موجب وسالب، كلامي مقنع صح؟ وقتها بس طلع مدام حاط لي سالب موجب وسالب 6 موجب 6 زي ما حليت، بختار الجواب زيك. يعني طبعا شكرا لك، ما بقول لك انت الف بس ما سمعتنيش. يعني لو كان حاط لي بالخيارات زيك 6 4 1 و2 2 و1 خلاص بختار ايش؟ بس طلع مدام ما اعطيني موجب وسالب، لا خلاص بختار السالب لانه بين معي الاشاره على طول. تمام ماشي يا عبد الله، انت بتحكي اشياء بسيطه بس تطلع هذا السؤال هيعمل ايرور عليه بشر، لانه مشى على مبدا بشر بالله بتحل زين الدفع بده فات والامور هاي صح. بس تعرف شو اللي صار لما انا طلبت التغير؟ المفروض انت عارف، طب ما معي دفع ولا معي قوه في زمنها، باجي شو بعمل لها فرط اللي هي كانت قلب حب عندنا صح؟ فكيتها زي هيك، بس حفظت على نظام الاشارات اللي اخذته 100%، فشو الجواب طلع عندي؟ سالب 6. هسه هون قال السالب مش المفروض السرعه بعد التاثير، اوعوا الناس اللي سالوا السؤال انتم بتحفظوا حفظ، ليش؟ هذيك كانت لما حكيت لكم، لما قلت يا محمد اذا كانت الحركه على محور مين؟ واي صح؟ قولوا صح، تذكروا هذيك حاله خاصه، كانت حركه على محور واي بيهمني ايش؟ مكان تلامسون على محور واي. ذاك شيء ثاني، بس هاي على اي محور؟ اكس. سرعه ابتدائيه تلام سرعه نهائيه، وكانه اقول لك كانوا الارض هيها نزلت وطلعت صح، بس هي هيك هذيك كده محور واي. جود يلا فوتوا عليه، عملته بايدي وحياه عيني يا عامر من نفسي استاذ، عشان مع هذا السؤال جانا في المدرسه مثلا والله من عندي ما عطتناش زيه، ما عطتنا زيه، هيك سرعة ما خدناش سرعة. تفضلوا يلا. حلو يا عمو. طبعا هون الرقم 8 عشان طب من اول لو حكيت كان حليته. بس والله السؤال الأول يعني فكرة لما اشتغلنا عليها بتخلي الطالب يركز، لما ازداد بمقدار فهم انه ال 12 مش النهاية، كيف تتاخذ بسرعة، تعودتوا الرقمين تطرحوهم من بعض، كانت النهفة حلوة. أيوة بس ما هي عندكم، هي عندكم بالدوسية المسألة هي نفس، ما كانوا ساكنين نفسها بالدوسية نفسه في الامتحان المقترح تاعي، بس ما بحبش اطلع من النوع اقول لك لما وانا واجت وانسى. سدين ايوه عملتي ايرور ولا لسه؟ عملت. بتحسبي في مساحه؟ لا مش المساحه هي المفروض. طب يلا يلا استنوا شويه، والله هذا الله يسامحكم، انا اسف جدا، هي المفروض هاي الثانيه الثالثه هيك هو موجود هي، يعني اعتبر زخم الزمن عفوا انه 1 2 3 هي موجوده يعني، بس انه برضه عشان يعرفوا انه تي هاي كم 3 بنحلها عادي. يلا جاهزين؟ شو المطلوب؟ سدين المطلوب قوه الدفع المتوسطه. أنا عمداً حكيت قوة الدفع عشان في ناس مرات بركز في الدفع، أنا مش طالب الدفع، طالب مين؟ أعطيكوا دليل؟ شو هذا القياس؟
الدفع بالدفت. ساب الدك هاي صح؟ خلاص وصلت. دلتا بي تساوي اف دلتا تي، او دلتا بي على دلتا تي. يلا هلا ام عندي كتله 6، دلتا بي اللي هي عفوا البي فاينل ناقص بي انيشال هي 8 ناقص 4. شكرا. كم الكتله؟ 6. فاينل 8 انيشال. انيشال 4. شو عرفك؟ لا لا صفر طلعوا. صفر لانه خلال من بدء حركته الحركة. يعني كان من هون هي البدايه على 3. شفتي كيف؟ يعني انا مثلا هذا الرقم مفروض انا لو شايله مش هتفكر فيه اصلا، صح ولا لا؟ من بدء إيه؟ هاي بدء حركته هون؟ لا لا هاي من هون. على كم؟ على 3 بطلع معنا 16 الف. طب بعرفش مال كل يوم في اشي صاير ولا يعني مش عارف صعب. طب انتوا شايفيني بطبق على القانون صح؟ بس طلعوا برضو بدرس في جيناتكم. لما تعطيهم يا دودين اشي مش موجود زيه بالدوسية بيعرفش يبدأ، مع انه هو نفس ايش المبدأ. يعني مثلا سموه مكتوب تي هون، هو مش حجة هي خلال 3 سكند من بدء حركته. يعني بدء حركته بين بلش من وين. لو كانت الرسمة من هون هاي مش موجود. لو كانت هيك بقول والله من وين باخذ 4، بس هي من وين بدأت؟ من الصفر. والله عين 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 عين. سؤال مهارات عليا. تذكر لما كنت تطلبوا سؤال واللي سأل شو أسوي فيك آخر شيء؟ عمك طحننا جاي اصبر شوي. هسه بجيب لك عليا كاملة. طلع اللي بعده. بس قبل نرجع، والله في ناس عنده استفسار عايشي في شيء مش مفهوم. صدمة صح جد. قوة الدفع هاي كيف؟ اسمها قوة الدفع. طيب يلا ايش هذا يا محمد؟ دفع القوة صح؟ طب شو هاي؟ قوة الدفع. طب شو هذا محمودة؟ زمن تأثيرها اللي بيكون فيه تلامس. أنا بتحب أحمد ولا محمد؟ محمد ولا أحمد؟ محمود. هم دفع القوة صدق. لا هو دفع القوة بعدين هو بعطيك وحدة قياس قوة الدفع. ما هي اسمها قوة الدفع. زمن تأثيرها مبين سكند. هيك وضحت أكثر؟ خلص وعد. دفع القوة. أي قوة؟ المتوسطة. ما هي اسمها القوة إيش؟ قوة الدفع المتوسطة. ما في مشكلة هو نفس الإشي. خلص وعد. بس وحدات القياس أراس محمد ياسر. إذن بالله انت بولا هذا اسمه دفع القوة وهذا قوة الدفع المتوسطة. يعني ركز بس هيك القاعدة بتقول لك ركز في أول كلمة. دفع القوة اللي بده إياه الدفع، قوة الدفع اللي بده إياه مين؟ القوة. حبيت الملخص؟ لا رأيك. أرجعني يلا 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 أعطينا 4. واشوف ايش جات. صعب هاي زي هدير بتقول لك ساعات تقدر تحل سؤال 25 من ورقة عمل واحد. هدير حسوا فينا ارجوكي احنا بكويزات لك يوم الثلاثاء ينزل حلها. وعد وعد مش حساب الحصة هاي صح؟ بس حلي حلي هذا السؤال. هدير عيني مريم
متعبين جدا. ما لها جواب. الرسم البياني في الشيء اذا قال لي اكس موجب او الشرط خلاص، اذا ما قال لي بعتبره اكس موجب. من الناس اللي على المايكات مين خلص حل؟ استاذ انا بس بدون ارقام لانه ما عندي حل. تعودتي على الحاسب يا عمو، نسيت يعني قوانين المثلث اصلا، يعني انا عارفه الحل ايش بدي ابلش بس ما كملت ارقام. اذا ظليتوا زي هيك اقسم بالله العلي العظيم لخلي حس التفاعلي بنمط اخر وما نعطي كوزات. والله انا تعبت، انا جاي مبسوط اليوم. نحل السؤال. يا طلع ايش هذا؟ شكرا. هون نستخدم خلي الرياضيات تتبنى عن الفيزياء. ما شاء الله عليك، حلو. انا هان قلب الحب صح؟ لانه قلب الحب يكون في ذاته ريفاينال. اشكرك. رح نسويها بالمساحه. الله يرضى عليك. شو المساحه عندك؟ نص؟ شفتوا لما تعودتوا على الحاسبه كيف ناديته؟ مش تعودت والله، راح مبين القانون. نصف القاعده بارتفاع. انا بدي البس بلوزه، بدي البس بلوزه شذا المره الجاي عليها المساحات والحجوم هون والكل شيء بدكم اياه خلص يعني طول السنه وعد. وانا بحل مساحه المثلث، مساحه المثلث وعد. الاجر هاي لك شعار. قلت لكم والله مهم. نصف القاعده، كم القاعده؟ القاعده عندنا اللي هي 3 للمثلث الاول، والارتفاع بالارتفاع 30 زائد القاعدة اللي هي نص القاعدة اللي هي رح تكون 3 5 ناقص 3 حتطلع معنا 2، والارتفاع بتاعها رح يكون 20 بس سالب. ايه سالب 20. اخذنا زي اخذنا زيه. ها هي نسيت اللي تحت. هي الهدف من الكوزات يا جماعة، هي الهدف من الكوزات. لانه طلب مني سرعة نهائية فبدي اخذ مساحة كلية صح؟ إذا شو الفائدة من الكويز يا محمد؟ ما لما أغلط هاي الغلطة عمري ما بنساها. الكتلة خمسة الكتلة اللي هي 5 في فاينل، في فاينل بما إياها إنيشيال صفر اللي هي أنا فاينل ساكن يساوي 60 تقسيم من 3 تطلع معنا 30 زائد 40 تقسيم من 2 تطلع معنا سالب 20 90. شو هي حكت 30؟ استنى 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 وانا ماشي قاعد ما اخذك ثقة. هي استنى شوي. تي تي هي 15 صح؟ في 3 45. عند مين ماخذ فيزا؟ عنده دي ماشي. طيب سالب 20 كم هن؟ لا قبل 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 شو هاد؟ بتطلع معنا 25 مقسم على 5 ل 3. استنى شو بدي اصيح يا عم، والله بدي اوقف اقول هيك اليوم بوعد بس خلص الحصه لصف على جنب في الطريق واقعد عند محالي واقعد ابكي. ايام ايام شريحه العلم والصناعي بتفش الغل. حلينا زيه بالحصه؟ اوكي تمام. طب صعب استاذ كيف دفع؟ لو عرفت دفع القوه، شو دفع القوه؟ لو طالب دفع القوه وقتها بكون طالب منكم دلتا بي بس لهذا ما بصير 5 صح؟ مش مبين المثلث اللي تحت؟ لا كل هذا مش مبين. هاي حجه. استاذ استاذ في واحد سأل لو تقدر تاخذ مثلث كامل. الله بيجعل محمد الحمود. والله محمود مثلث كامل.
اساس نفس الارتفاع ماشي. اخ ذكرني في اسمع ذكرني في الوحده الرابعه لما كان في شكل عندنا نص دائره هيك اسلاك تذكر. واحد قال لي استاذ طب لو اخذ دائره كامله هي نص هون نص هون. شو محمد خارج 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 المجره هيو سمو انا حاط لك خط خف علي يرحمني مو مبين يا جماعه يلا بنضل ننسى اذا يا بتحطوا ايدكم بايدي دي والله ما تلاقوا اقسم بالله يبدي ما تلاقوا حدا عنده طولة بال زي في جميع المواد والله أمي ما بيعرف ليش بحلف يمين وباخذكم معانا للعلياء او بتخلوني هيك خاطري ينكسر وبطل اهتم لكم ولا الكتابات. طيب الحل صعب نعيده يلا اللي بعده ابدا بالخلط. طب انا قاعد بفكر تعرف يا شامر اذا هذا السؤال تطبيق مباشر مش عارفين نحله طب هسه بدي ابلش في الاسئله فيها ايش خلط وتفكير شو راح يصير متاكد انهم راح يحلوا هم عكس عكاس الجيل هذا بكره بس يجي اسئله الوزاره ضربه بيحلوا اسئله الضرب الاسئله الثانيه هنا عايشين يلا بمزح صبر قانون المساحه هنا بترجعوا عليه المساحات ضروري جدا انا بس لما اجي احل سؤال زي هيك طلعوا كيف بفكر انا حكيت سماش الجسم هاي الاحمر طب ليش هيك عامله انا شو معنى انه هاي يعني لازم اجي احط هيك لا في عندي مثلث هون وعندي مثلث هون كم مثلث واحد موجب واحد سالب فعملته مساحه شو اسمها كليه طب احكي لكم شغله والله رائعين بحكي جد جت ببالي فكره عامه لو طلب بدنا السرعه بس ما حكى النهائيه عند الثانيه هسه بقول لك انت قلت اثنين لا الثانيه اسمها الثانيه الثالثه او عند مثلا ثلاث سكن بس لا بس لهون قال لي هنا او بعد ثلاث ثواني من بدء حركته احسن احسن منها يا وقت باخذ اي مثلث خلاص يلا مش مشكله اللي بعده قدرات عليا عليا بتسلم عليك بنج محمد ماهر هرام بضحك وبكشر طلع لي بضحك وبكشر جوابك طلباتك أقول لك ليش حلوا بسرعة حال أوراق العمل تاعت 2006 بس طب والله العظيم مش حلوا ليش لا هو ضل الوحيد اللي جبته من غاد بس هيك سليكه بس لاحظت والله دي بحل طيب شكرا لك هسه بخليك تحله ما شاء الله عليك والله هيك اشعرتهم انه حل صح فالكل بحط بس اكيد يا زلمه صارين يتاخذوا بسرعه هاي ندى دال شو هذا ممكن افهم غدير متى حضرت الحصه استحلفك بالله غدير جمعه سعود ولا ما حضرتيها اماني بالله طبعا سهل كانهم بيهووا لي شيء انا بحبوش وما راح اعمله بس هم هيك سادي بدنا نصير اسئله تافهه عشان نحس ان احنا بنعرف نحل لا خلينا هيك عادي يا زي محمد هيثم اليوم اول شيء افوت على الحصه من وين ابلش هيثم عشانك تفاعلي يحق لك ان تبدا من الماده وليس من التاسيس لكن بس تصير زينا توعدني ترجع التاسيس الرياضي على الاقل بكون افضل اتفقنا حبيبي ليث روح طالع اول شيء بنحط مفتاح الماستر والدفع بالدفت بس بدي بعد اذنك اعمل الحركه بصير اعمل حركه بدي لا في ناس قسموا ثلاث والله انك تفهم بس انا بدي اقسمه لشبه منحرف صراحه
اسرع. وفي ناس في ناس هيك اخذ هيك شايف، وهي هيك يعني بس عشان اللونين هذول. ايش الاحمر؟ الاحمر مثلث. كيف عرفت؟ مثلث شفت؟ ما هي بجلطه هيك اسئلتهم من 2007. كيف عرفت؟ يعني لازم اعرف انه ده هيك، هذا مثلث. طب اثبت لك انه عندي عينه من جيل 2007 بث حي مباشر اورجيكم شو انتو. محمد ماهر بيدك الله، اعطي غرضك لامر واطلع عندي هون يشوفوك لاول مره بث حي مباشر. عادي جريء تخافش. 2007 عينه ارسم مثلث. تفضل محمد ماهر. شكرا لك. انا لما طلبت من محمد ماهر رسم مثلث، رسم مثلث بس مفروض ما يرسم. والاستاذ شو مثلث اللي بدك اياه؟ ليه في مثلث متساوي؟ والله في مثلث متساوي الساقين، في مثلث مختلف الاضلاع، في مثلث قائم. شفتوا شو القصه؟ بسرعه رسم بدون ما يفكر. ليه؟ لأنه هذا آخر مثلث شافه في حياته اللي هو قبل 10 ثواني يعني. فعشان يقول لكم شبكين آخر تردد كيف بس أقنعتك صح؟ إذا بالله عليك عمرك ما ترسم مثلث إلا لما تقول لي شنوع المثلث. شكرا لك حبيبنا يا حمودي. يلا يا غالي. طب هذا شو الشكل هذا؟ هذا شو؟ شبه منحرف. شكرا. مع أنه حل مثلث ومستطيل زميلك قسمها هيك شبه منحرف. سوي هاي القاعدة الأولى، هاي القاعدة الأولى بس بالأخضر، هاي القاعدة الأولى، هاي القاعدة الثانية. بس بالله عليك عشان تفهم وعمل هيك سأل كيف هيك هيك هاي قاعدة عشان تصير زي اللي أخدتوه. وهي قاعدة ومتوازيات، وهي البعد العمودي اللي بسلم عليهم. ما تطنش زي أستاذ، مش تزعل، بدنا قدرات عليا. هاي عليا. يلا يا حبيب اشكرك يا باشا. اصلي روح. اللي هي ان الدفع بالدفع. لا تظلموني انا. شو طالب؟ بده القوه المتوسطه. فهو طب اقول لك اسمع 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 انا 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 يعني ماليش حجه. طلع كيف؟ مش فاهم، مش فاهم شو قوه الدفع هاي. طلع شو حدود القياس. طب ضل بعد هيك فهم. بس في ناس والله بعرف كيف غلطوا، راحوا طلعوا الدفع نسي انه لطالب. انا مش الدفع، شو طالب؟ قوة دفع. سو والله بتخربط. والله بعرف هي ما اجت في الوزارة بس هو جنزر. شكرا لك. هو جنزر عن هاي يعني. انت الان بس تصير لك على المادة تبطل وتقول شو اسوي، بس تقول ساد هاي بدك اياه صح. بس مش حيزبط معاك الا اذا علمت أن هذه هي المساحة. لو كمل في ناس حفظ لي حفظ أنه على العلاقة عطول. عشان هيك قلت لكم بالله عليكم دائما اكتب الديكور صح صح وحل. ساشوف أنت بدك هاي مزبوط، فأنا معيش هاي ولا هاي، ما أقدر أحسب لك شو المساحة. نبدأ قوة الدفع هي الفترة الزمنية كاملة مؤثرة، المؤثرة على الجسم يعني كاملة. خلاص كم؟ أربعة. المساحة أربعة. تعال نأخذ أول شيء مين على اليمين؟ نص في القاعدة بالارتفاع. نص نص في البعد العمود اللي هو اثنين. لا القاعدة، القاعدة كم؟ مجموع القاعدتين. لا 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 دبلش أنا مثلث ليث. أنا حابة بلش. طب والله ما أنا كأسفك بلاش آسف يا ليث. لا خلص يا حبيب خلص. لا لا والله تكمل والله تغير. يلا القاعدة الأولى. القاعدة الأولى هي 10. والقاعدة الثانية 20. السدنة هاي ما فهمتاش العشرين، هاي البعد العمودي بينه. هو البعد العمودي لازم يكون فوق دائما، بخليهم يسلموا على بعض. بالله عليك بالحصة ما سمعتني بحكيهم يا محمد ماهر. خليهم شو يعملوا؟ يسلموا على بعض يعني. هاي هذا البعد العمودي بينهم هاي كم؟ 2. لا يثبت على الشقاد. طيب نص في القاعدة 22. طب هاي الارتفاع 20 ولك ارتفاع المثلث 20.
بس البعد بينهم، عشان هيك ما حبيتش كلمه الارتفاع لا شبه المنحرف. قلت لكم نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في البعد العمودي. كلامي قوي صح؟ هين عرفنا يا شذا في حصه اليوم بين عندنا نقطه ضعف، اذا احنا ما بنعرفش المساحات شو صار في السؤال راح كامل حرام. والله ما انا شايف انه في شيء. طيب يلا بينا. عشرين. مين حاسس انه انا متضايق يحكي او معي حق ولا لا؟ طيب هاي الاثنين مع الاثنين بتروح، بضل عندك هنا 30، وهي الاثنين مع الاثنين بتروح، بضل عندك هنا 20. ترى اللي اختاروا 50 استعجلوا صح؟ جنزر. حلو. على 4 وليس على 2. حبيتك ليت، الله يجبر بخاطرك ويخليك. أسامة الأسبوع الماضي خلى عندي طاقة وحكيت عنه في كل مراكز الوجاهي، بس ما ذكرتش اسمك أسامة يعني خوفا من العين فالجواب. طب لو هذا السؤال، لو هذا السؤال طلب هيك، فإن هي بديل له مقدار الدفع أو دفع القوة. خلاص وقتها كأنه شو طالب منك المساحة، وقتها شو بطلع 50، بس هو مش طالب مقدار الدفع، شو طالب مني قوة الدفع. طول الله يسعدكم أسامة، كل احترام لكم. سدين تقول ما فهمت. طب سدين رائد، خلينا نحكي عشان ما فهمت. انسى انه نتعلق حاضر الحصة وحال عليها ولا لا؟ أمانة أستاذ مش أنا، واحدة ثانية. لا مش انت اللي على الشات. ما حد مطلت أركز. حلو. طيب احنا 5 كويزات بس، بدناش ناخذ شيء. 6-7 فيش عادي. خلصنا بصير، خلصنا. يلا معي جاهزين؟ واحد. طيب شو مطلوب؟ طالب مني سات قوة الدفع. دايت الدفع شو بده؟ فت. يا خسارة، يا حول ولا قوة. بس هاي لازم أعرف إيش المساحة. المساحة في عندي شبه منحرف ومثلث. هاي اسمها قوة الدفع بوحدة نيوتن. والفترة الزمنية لتجربتي كم؟ 4، يعني اعتبرتها من الصفر. لهان في مشكلة؟ شوف كيف بسير، اعرف إذا سيرت خسره. لهان في مشكلة؟ مين مش فاهم لهان؟ مو ببين مش فاهم لهان، مش حاضر. هذا جايب البطاقة هسه، ما هي وقاحة. عنده أول مرة بشوف جيل في وقاحة، نحكي في الوجه هذه قمة الوقاحة. كون أنا مثلا مش حاضر حصة وجاي بطاقة هسه واكتب ما فهمتش، وأنا قايل لهم بالتأسيس عيب تكتب ما فهمتش. جيلكم ما كان يكتب ما فهمتش، شو كان يكتب؟ ولتيني على اللوزة، لأن هاي الحصة بتنزل على اليوتيوب. هسه مثلا بديش أنزلها على اليوتيوب، خلص هاي الحصة مش راح تنزل على اليوتيوب لأنه فيها أذية إله وإلك. والله نزلت الجلسة الأولى ونزلت الجلسة مين؟ شكرا. كنت زمان أعمل شعبتين عشان لو شعبة زعلتني شعبة ترضيني. هسه فيش مجال لشعبة واحدة. لهان في مشكلة؟ ما في سارة، خلص بكفي. شو ضل؟ شو أشرح جديد؟ بما بده نام. كيف اف ضرب 4؟ فترة الزمنية هي كم؟ 4. لهان في مشكلة؟ الحمد لله كل فهم سبحان الله. ساد قوم بتاخذوا غيرهم وزيادة، 5 كوزات حرام أكثر من هيك. يلا شبه المنحرف هذا نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في البعد بينهما، يا باي لو القطوها من اللي بحبهم، ونص في القاعدة في الارتفاع. تمام.
بدون ما نحكي مين هي وبدون ما نحكي. صح؟ اوكي. وبأدب، وهي أحلى بلوك. وروحي اغضبي وين ما بدك، حقك علينا ستي. يلا. احنا بيننا اتفاق. القاعدة الأولى. طب أنت تتوقع هيك تشجعوني أصير أفتح لايفات وأصير أحط أسئلة أكثر ومسابقات، ولا بصير لما أفكر بدي أفتح لايفات ويكتبوا لي مش فاهمين أنكسر خاطري؟ أنتوا اللي قاعدين بتحددوا. القاعدة الأولى 10، والقاعدة الثانية 20، والبعد العمودي بينهم بين القاعدتين هي. أنا أخذ شبه منحرف هيك، يجي الأستاذ يعطيني إياه هيك، ما أعرفش حل، والله عيب. ويا ريتني رديت عليك واخذت مثلث مثلث مستطيل. طيب، ونصف القاعدة هيها بالارتفاع تاعه كم؟ 20. هان طلع عندي 50، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. استنى شوي، استنى شوي شوي. تمام تمام. ولكم فاكرين الزهلات بتخوت عليكم على اللي بعده. والله والله طز فيكم ما انكم تصحوا. يلا يلا روح طالع. على راس صبا. انا هيك طبعي، بسوي حالي زعلان عشان شد انتباهكم للاهم. والله هذا اللي عملته بداية، اللي بتوقع يجي، اللي بتوقع يجي. لا والله بمزح، لسه ضايل عندنا 7-8 اللي بده ينام ينام، سامحين. واحد كتب لك انا عايزت بدي انام، روح اقلب وجهك نام. انا ليش اضل استنى فيك وازعل منك؟ بس انا ازعل من كل الناس الشغاله معي عيب، بس سويت حالي زعلان والله. اذا عامر صدق قام بده يصف الكاميرا. طيب بس والله اني غالي عليك وبين، شكرا. حلو هسه شوفوا كيف الاستاذ بخبرته وبتربيته شد شوي، زعل حاله قدامنا، زاد تركيزنا، شعرنا بالدم عشان الأقوى. والله أنا من أول حصة سمعتنا عامر بقولهم اليوم ده ركز على الرسم. إيش بيان. شفت كم سؤال؟ طيب هسه بنحكي. شدى حلتي ولا مين؟ ممتاز شدى. يلا نحل. طيب ابدأي معي. يا الدفع بالدفع كل واحد بتبدأ عندنا في المصاحة. شكرا. انت على فكرة بتحفظي حفظ، انت استاذك بحفظ تحفيظ. لما يشوفونا زي هيك فكروها حفظ. احنا عندنا مبدأ، الواحد لما يتوتر بضيع. تطلع محلاك ويشهد بسم الله ما شاء الله. شو بتحكي؟ شفتي لغتك محلاها؟ صاد هاي المساحة. أشكرك. شكرا، لأنه أنا بدي إياها هيو. هذا مثلث، هاي اسمها قاعدة المثلث صح؟ تمام. ما أحلى كلامك. الله يا رب يجبر بخاطرك يا شذا، وتشوفي حالك دكتورة السنة الجاية. قولي آمين. يلا طلع هسا. كم القاعدة؟ القاعدة هي دلتا تي اللي احنا بدنا اياها. الارتفاع حطها معنا 4. هسا راح يبلش يسألوكي ليش حطيتي دلتا؟ ما هي خلص، ما هي قصدها من صفر لهون. فهي لو هسا مثلا عملت هيك حكت تي، اقولها غلط؟ لا، ما هي صفر. يلا ناقص 2 يساوي هسا نصف الاثنين على 4، فعلا 2 تي. يعني شفتوا
بالله عليك محمد ماهر، ما صدقت انه عن جد زعلت انا؟ طلع كيف صرنا نحل، احنا بنجيش الا هيك. شو بدك؟ بدي اختصر على اثنين. طب لو اول شيء طلعنا هاي 8 ناقص 2 برضه بصير. حقك حقك اه والله اقنعتيني ماشي من الطرفين. 8 ناقص 6 ايش؟ بقول لي ثاني فيش داعي لوحة القياس. هي حلو اللعبة هيك، تتوقعوش سؤال وزارة يفلت منا صح؟ لا والله، بس أنا سويت زيك. تعرفوا ليش؟ أعترف لكم بشغلة، قاعد بدرس في نفسيتكم وبختبر فيكم، بس اللي بيستاهل بلوك أعطيته بلوك صراحة. أنا لما أقول لكم خلاص بلاش يعني من حقي. هذا السؤال لما حلينا هذا السؤال كان تطبيق مباشر مزبوط؟ الله يسعدكم. هذا سهل ولا صعب؟ شو كان؟ كان هيك، واخذنا انه يمثل ايش؟ المساحة صح؟ نص في القاعدة اللي هي كان 3 في الارتفاع 30 زائد نص في القاعدة اللي هي 2 سالب 20 مزبوط؟ وطلع هون بتذكر 25 وهي 5 ناقص 0، فكم في فاينل طلعت؟ هذا شو بأخذ وقت منكم بالحل؟ في ناس أخذ حلو حلو تفكير تالا، والله إنك رائعة والله، بس ما حبيت أحكي عنه. روعة تالا، تالا قالت مثلث نص 2، فأنا استخدمت القوة المتوسطة منه معي والفترة الزمنية طلعتها 100 100، بس أنا يعني بضمنش إنه دائما يجي مثلث صح؟ أنا بقيت أحكي عنها بس بديش كا. لو هاي دائما صح بعد بديش تتعتا يعني يجي رسمة. طب أقول لكم محبة ده ألف لكم هسه سؤال بصير خالص، بس هذا السؤال صعب. هذا سؤال إلى 2024. شفت عامر لو قلت لهم قبل الحل هذا لجا ل 2006 أيه أيه ضربوه ماي. نحاول قدر الامكان ما نفكرش في المشكله هاي رقم واحد، كل ما نفكر فيها بضلك تطلع الارقام غلط، تنشيها بتروح لحالها. اثنين، ناخذ سؤال هيك الفو يلا. في عندي رسمه زي هيك، هاي 2 هاي 8 هاي 200 هاي 100 هاي 150 هاي 50 حلو؟ منهم بلشت هيك بس شو هالبرف هيك هيك عامل هيك، وهاي تي سكند وهاي اف نيوتن. إذا علمت أن الدفع يساوي 900 نيوتن دوت سكند، فإن متوسط القوة وحدة نيوتن. طبعا أنت قاعد تحكي الدفع يعني دفع كامل 200 مية 150 50. شفت قديش بحبكم؟ حتى كتبت لكم سؤال زيادة، سؤال زيادة أقسم بالله لا عظيم. شو جوابك؟ جيم. والله انكم رائعين، إذا وصلت إنك عرفت إنه جيم أنت وصلت للدرس اللي بدي إياه للقوة. أستاذ هاي المساحة علي قانون، اكتب اكتب هيك، الدفع بده فت صح؟ شو طالب أنا؟ هاي طب أنا معطيك الدفع، شو اللي في المساحة؟ هل في داعي استفيد من المساحة؟ بعرف أحسبها؟ لا صح. كم الدفع؟ صح. إف بس هذا الدليل إنه لازم نكون فاهمين مادة. كم دلتتي؟ 6 900 على 6
طب ليش يا دودين اعطيتنا اياه؟ احذروا ليش. مين اجى في باله انه نص الميتين مية؟ جاوب بسرعة. اماني اني عودتكم ديروا بالكم يا الكتاب. انا ما لحقتش احمد لؤي شكل مش يسموه هيك المزوب دكتك وامور خايف الفكرة هاي يحطوا الزمن ويعطوكم مثلا الدفع بالطريقة هاي. احنا نروح ناخذ متوسط القوة فنعلق على طول. تمام تمام بالدقة والسرعة ابرم ولا تصفط حصص يعني نظلك عيد على طول. رجعنا على مكاننا خلاص. هسه ظلوا علينا سؤالات حلوين حكي فاضي. هاي المساحة خلصناها صح؟ يلا بشر اقرأ وجاوب. عند وقوع حادث سيارة فإن الوسادة الهوائية تنتفخ فتعمل على حماية الراكب من الضرر الذي قد تسببه القوة الناتجة عن التصادم عن طريق مبدئيا اللي هو بتزيد زمن التأثير وبتقلل مقدار القوة. طب بجيبوا هيك في الوزارة؟ معقول يعني يجيبوا دائرة بأربع علامات هيك؟ بجيبوا. أيوة عارفين هذا اللي جاء عبكو يا عمر 2000 وكم؟ 24 صعب؟ هيا ليش؟ ليه عادي. طيب ليث آخر دائرة تتحدى؟ تحلها؟ أيوة ليث. الله طلع طلع في عيون دودين في قلوب حب شايفهم. طيب يلا روح. أسعدني أن أمضى رجليها من لمس سطح الأرض فيقل مقدار القوة أكثر في جسمي والسبب ذلك معدل الزمن الطويل وتغير في زخم خطي يقل سيدي رغم أنه ما أنه ما أنه بقى يستهد بقى يستهد بقى كمبيوتر وورر لا لا يقل ألف ألف اخطاء حدد بعدين لا الف الف استغلف الف اكيد اكيد من هون لهون الف استغلف اخ انا كتبت على الكاس شيء انت شفته لا صح لا استغلف الف ولا باء ولا جيم ولا دال الف اثنين باثنين باثنين ثمانية باثنين 16 اختار لون واحكي لنا اياه شفت لما طول عرفت بني. عرفت لكن طول كثير تمام خلص شكرا ليث قاعد بدرس شخصيتك عشان بس خلص الحصة عمل معك حركة حلوة بس مش هتظهر على التسجيل هاي بني يلا اول شيء حلك صح الف تعرف ليش وقعت قلبي مستني سعد قلبك اول شيء جمعت المظله هيها صح انت لما تثني هذا بيزيد هذا يقل وانت تعلم اذا القوه قلت القوه هي نفسها الباكج كامل المعدل الزمني فهذا كامل كمقدار إذا هذا يقل هذا ثابت الفوق لا وهذا تحت زاد يجب أن يقل صح كلامي أفهمك أكثر اعتبر بالله طلع اعتبر اللي فوق عشرة صح على اثنين كم عشرة على اثنين خمسة هاي خمسة إذا هذا الباكج هاي قديش هاي خمسة تعال نعمل تجربة الفوق عشرة ثابتة هذا اسمه المعدل هذا ايش زاد الزمن زاد قديش صار خمسة القوة شو صارت مع الضريبة صح هو توقع أربعة لا دون الضريبة لا أربعة في مخه اعتبرها أربعة أنا عارف لأنه حكى طب والله ما أنا اسمع والله ما أنا فشلك طيب اعتبر أنه صار أربعة ضعف زيادة يعني عشرة أربعة كم؟ سبعة
اثنين ونص صح؟ لاحظ هنا هنا زاد هيو، فهذا شو صار فيه؟ يقل، والمعدل كامل هيو يقل. اقتنعت هيك؟ ففعلا هيك حلو، ديروا بالكم انها ما جتش النهفة، أماني مثل هيك. وصية بدية. الله يسعدكم ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، انتظروني في الكواليس جاي لك.